المنشآت النووية الإيرانية هل ستكون هدفا إسرائيليا أم لا؟ حتى الآن لم تقدم إسرائيل أي ضمانات بشأن عدم استهداف هذه المنشآت، والكلام هنا لمسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية تحدث لشبكة CNN. المسؤول أضاف أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت إسرائيل ستستغل الذكرى الأولى لهجمات 7 أكتوبر لتنفيذ ردها ضد إيران. في الأثناء تبدو المنشآت النووية الإيرانية في مرمى التصريحات السياسية الأمريكية. الرئيس جو بايدن صرح في آخر مؤتمراته الصحفية أنه لو كان مكان الإسرائيليين لفكر في بدائل أخرى. The Israelis have not concluded how they're, what they're going to do in terms of a strike. That's under discussion. I think there are, if I were in their shoes, I'd be thinking about other alternatives than striking oil fields. الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب قال من جانبه إنه على إسرائيل ضرب المنشآت النووية في إيران. We have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت جامبل أشار إلى ما سماها الجهود الكبيرة من قبل واشنطن وتل أبيب للحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة والتأكد من فهم وجهات النظر بحسب وصفه. كامبل أضاف أن إسرائيل ليست وحدها التي تفكر في خيارات الرد، بل الولايات المتحدة أيضاً.